كبسك هون مرة ثانية؟ لا كبسك كبسك. اليوم كان هو حفل تخريج دورة أمناء المكتبات المدرسية. كانت هذه الدورة بالتعاون ما بين مديرية التربية ومديرية التربية والتعليم في طول كرم ومركز التعليم المستمر في الجامعة وأيضا مكتبة الجامعة. وهذه الدورة تهدف إلى إعداد وتطوير أمناء المكتبات المدرسية للقيام بالخدمات والمهارات التي يتطلبها المكتبيين وأمناء المكتبات المدرسية للنهوض في المكتبات المدرسية للقيام بدورها والأهداف التي أنشئت من أجله، باعتبارها أنها تمثل وتهدف إلى تحقيق أهداف المدرسة التي هي بالأساس أهداف وزارة التربية والتعليم من أجل زرع عادة حب القراءة عند الأطفال وتعويدهم على القراءة وتكوين شخصيات بحثية بدلا من تكوين شخصيات سطحية متعودة على المنهاج الدراسي فقط. قمنا بالتدريب على جميع المهارات المرجوة، نسأل الله عز وجل أن نكون على قدر المسؤولية لتطوير هذه المكتبات المدرسية وحوسبتها حتى نضع أمام الطالب الأهداف المرجوة من هذه المكتبات. شكرا للجميع. بحضورنا لهذه الدورة استفدنا كثير، عرفنا عن تصنيف دول عشرة وبهيك بنقدر نفيد الطلاب ونسهل عليهم كيفية يعني استعارة الكتب وترجيعها وتنظيم المكتب والبحث في الكتب، ونشكر كل اللي قاموا على الدورة. استفدت كثير طبعا من هذه الدورة، كوني أنا أمينة مكتبة ومتفرغة استفدت حاجات كثيرة، كيف أتعامل مع المكتبة بشكل أكبر بشكل أوعى، ويعني زادت ثقافة غير شكل بالنسبة لنا كيف كنا نصنف. أتعلمنا حاجات كثيرة في الإعارة، في التكشيف، في المعاملة مع الطلاب، في ترتيب الكتب، كمان وضع العبارات المناسبة كيف نتعامل معهم، كيف كمان إنه نقدم المساعدة للطلاب، كيف نقدم المساعدة للمعلمين. وأهم حاجة استفدنا من هاي الدورة الإعارة والتكشيف والحوسبة المكتبة وإدخالها في برنامج على الكمبيوتر والتعامل مع الطلاب بطريقة أنظم وبطريقة أرتب حتى يسهل للمراجعين الوصول إليها في أي وقت وأي لحظة.